اوقات مثلا طفل يجي يفتن على التاني، عارف حضرتك برضو فيلم كان بتاع التاني ده. في ايه حصل يا رويتر؟ فرويتر دي بتيجي بقى تفتن بقى، ده عمل وسوى وراح وجي، المفروض انا كبابا او ماما اسمع ده ازاي؟ في البداية لو هو عيل صغير، خلي بالك حتة انه يفتن لغاية سن 4 سنين ممكن تقبل منه، بس في كل مرة بفكره ان دي طريقة مش حلوة. المفروض ان احنا ما نفتنش على بعض. لكن لو هو ضايقك او اذاك انت بتيجي تشتكي، لكن تيجي تفتن على حاجة هو بيعملها انت ما تفتنش. وانا مش المفروض يبقى عندي رد فعل على اللي هو فتن لي عليه ناحية اخو؟ يعني هو لو جه قال لي الحق يا ماما ده هو مش بيذاكر وعامل نفسه كذا وقاعد فاتح مجلة ولا كتاب ولا فاتح الموبايل، انا لو رحت عاقبته هو هيعرف ان انا على طول بسمع له. لا اتأكد الاول. طب ولو اتأكدت برضو هدخل مثلا انت بتعمل ايه؟ ها ايه الاخبار؟ خلصت الواجب اللي عليك؟ طب حليت المسائل اللي انت واخدها؟ هعرف اذا كان ذاكر او ما ذاكرش. يبقى انا بتحرك. بس ما اقولوش ان اخوك فتن عليك ولا كده، بوقعهم في بعض. ايوه مش هقول كده، لان انا هدخل اساله انت بتعمل ايه، اخبارك ايه، وصلت لحد فين. مش حضرتك هو في ام بتعمل فيها شاطره وهي اللي بتشغلهم الاثنين، كل واحد يقول على اخوه الحاجه عشان تلم لا عصافير. لا مش قوي كده. لا طب انا عايز اسال حضرتك برضو على فكره ان في طفل بيبقى مثلا هو اللي عمل مشكله، تمام، بس هو بيبالغ جدا في رد الفعل، ان هو يقعد يعيط ويقول ده انا اخويا، او هي تقول ده اخويا اللي ضربني، هو اللي عمل وهو اللي سوى ومش عارف ايه وبتاع. فطب تلقائيا الام بتجري ناحيه اللي اتضرب، ازاي ده نعملها يعني؟ ما هو الام بقى الذكيه اللي هي راقبت في الاول، بتبقى عارفه ان في واحد كده من تحت لتحت والتاني يبقى رد فعل، واللي بيتعاقب اللي هو رد الفعل. بس انا بخلي بالك حضرتك هم الاطفال اذكياء جدا. ما انا بقول لك اهو عندهم ذكاء حاد في ان هم عايز يكسب التعاطف او عايز يوصل ماما او بابا لنقطه هو عاوزها. ما هو بيشتغل من تحت لتحت. والتاني بيبقى رد فعل. هي دايما بتعاقب رد الفعل. رد الفعل. لو ماما بقى ذكيه وتخلي بالها ان مش معقوله كل مره هيبقى ده اللي غلطان وده مش غلطان. اصل ده مش ملاك نازل من السماء. صحيح. ده طفل زي الطفل التاني. هما بيطلعوا في الاخر بينهم مشاكل وبينهم ما فيش ود وحب من كتر بابا وماما بيفرقوا في المعامله. ايوه ما هي دي مشكله برضو، ان حته من اسباب الخلافات ان اولا الفروق الفرديه، خلوا بالكم الفروق الفرديه اللي هي ايه؟ لا دخل الماما فيها ولا البابا. مثلا البنت واحده اجمل من الثانيه، واحده اذكى من الثانيه، ولد اشطر كتير من اخوه او اقوى منه، دي بتبقى فيه حته غيره بتخلي في خلافات بينهم. بنميز الاحلى والاذكى رغم ان المفروض ندعم الثاني اكتر. دي النقطه اللي انا هقولها لك الثانيه. فعلا ان بابا وماما بيميزوا اللي هم شايفينه افضل احسن اشطر، فده بيوصل للثاني رساله ان انت ولا حاجه، انت درجه ثانيه. درجه ثانيه. ايوه. فهو بقى بياخد حقه بدراعه بقى زي ما بيقولوا. طب انا هوريكم.